اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل فيونكة النهاردة مع بعض، شكلها جديد. كون معانا بالشكل ده كده، الحجم ده انا مستخدمت فيه خيط تخين، كتلته سميكة شوية. استخدمت معاه إبرة مقاس 4 في الحجم ده. هعملها معاكم بطريقة أصغر شوية، هستخدم خيط أرفع وهستخدم إبرة أرفع. ممكن نزين بيها توكة، نلزقها على طوق، ممكن نزين بيها مشغولات. طريقتها بسيطة وسهلة ومش بتاخد وقت خالص. استخدم دلوقتي إبرة مقاس 3 وخيط أرفع شوية. هعمل عقدة البداية، وهشتغل 4 سلسلة. 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة وهروح عند أول غرزة سلسلة، هشتغل فيها 6 غرزة عمود بلفة كده. 1 في نفس المكان هدخل واعمل كمان 5 غرزة عمود بلفة كده. 2 كده. 3 كده. 4 كده. 5 كده. 6 1 2 3 4 5 6. هفك 1، عملت 1 زيادة، يبقى ارتفع. عملت 4 سلسلة واشتغلت في أول سلسلة 6 غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهشتغل في نفس الغرزة، هعمل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهدخل في الفراغ ده في نفس غرزة السلسلة دي، وهشتغل فيها غرزة بف 5 مرات. بدخل وبسحب الخيط ومش بطلع من ولا حلقة كده. أول مرة كده. 2 كده. 3 كده. 4 كده. 5 وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض، وبقفل عليهم بسلسلة. وبعد كده بشتغل 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهلف الخيط على الإبرة. هروح هنا هشتغل في الفراغ ده، هشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهدخل في نفس المكان واقفل غرزة منزلقة. انا هنا كنت اشتغلت 2 سلسلة، هروح تحت كمان اشتغل 2 سلسلة، وهروح عند الفراغ اللي هو ده وهشتغل فيه غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل سلسلة اثبت بيها الشغل، وهرتفع وهقص الخيط الزيادة. هتكون معانا بالشكل ده كده. طبعا الخيط ده هدخله في الشغل من جوه،
ممكن بإبرة التنظيف او بالإبرة اللي احنا بنشتغل بيها عادي، واسحبه وادخله تحت الغرز، واروح برده للخيط ده وادخله تحت الغرزة، هقص الخيط اللي هنا وهقص الخيط ده كمان، هتكون معايا بالشكل ده كده. ده الحجم الأصغر بالمقاس الأصغر، وممكن نعمل بخيط أرفع من كده هيكون الحجم أصغر معانا. يبقى تكون عملنا في يونكتين كل واحدة بمقاس مختلف. دي استخدمنا إبرة مقاس 4 وخيط أدخل، ودي خيط رفيع شوية واستخدمنا معاها إبرة مقاس 3. هتكون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو أو استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.